لكن مع هذا من الأعراب فئة مؤمنة، ليسوا كلهم على هذا، ولكن منهم القليل المؤمن. من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، لكنهم قلة. ولذلك في قول الله تعالى: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا، كيف هنا قال تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال العلماء في الجمع بين الآيتين ذكروا وجهين للجمع. الوجه الأول أن قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا غالبهم، يعني الحكم للأغلب لأن أهل الإيمان منهم قلة. وقال آخرون من أهل العلم إن قوله تعالى قالت الأعراب آمنا هم في قبيلة مخصوصة من الأعراب، هم بنو أسد، كانوا أجلافا فجاءوا للرسول وقالوا آمنا ومنوا على الرسول بإيمانهم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله. إذا طلبتموه بالزكاة زكى صدره منشرح للزكاة. وصلوات الرسول أيتخذ صلوات الرسول قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ألا إنها قربة لهم. فصلوات الرسول عليهم وصلواتهم على رسول الله يتخذونها قربة. فصلوات الرسول هنا هل المراد صلواتهم هم على رسول الله يتقربون؟ هذا المعنى الأظهر هنا، أنهم يتقربون إلى الله بالصلاة على رسول الله. لكن الحامل لنا على هذا الاختيار أن الذين قبلهم كانوا يتربصون برسول الله الدوائر، فهذا مقابل قوم من الأعراب يتربصون برسول الله الدوائر، وقوم من الأعراب يصلون على رسول الله ويدعون لرسول الله بالتوفيق والسداد والعلو ويثنون على رسول الله. فقوله هنا وصلوات الرسول أي صلواتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من القربات التي نتقرب بها إلى الله كثرة صلاتنا على رسولنا محمد صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. ولا يخفى عليكم أن الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا الوجه الأشهر والذي والله سبحانه أعلم هو الذي يتسق مع الآية التي قبلها، قوم يتمنون أن تنزل المصائب بالمؤمنين وبرسول الله، وقوم يصلون على رسول الله ويتخذون هذه الصلاة قربة إلى الله سبحانه. قال تعالى ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فإذا الشخص منا أيها الإخوة إذا عمل الطاعة ينبغي أن يكون صدره منشرحا لها، لا يستثقلها، لا يستثقلها، تنفق وأنت سعيد بالإنفاق. وهذا كما تقدم بيانه أحد التفسيرات لقول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ما معناها سنيسره لليسرى؟ سنشرح صدره لعمل الخير. يتصدق وهو سعيد، يتصدق صدقة في محلها وهو سعيد بأنه يتصدق، يقوم من الليل يصلي ليس متململا، إنما يقوم من الليل يصلي وهو سعيد بأن الله وفقه، يذكر الله كثيرا سعيد أن الله وفقه لهذا الذكر، يتبع الجنائز وهو سعيد باتباع الجنائز، يذهب للحج وهو سعيد بالحج وبالبذل والإنفاق في طاعة الله ومرضاته، ينادي منادي الجهاد سعيد بأنه سيرزق الشهادة في سبيل الله. فهذا الميسر لليسرى،
وهناك عياذا بالله أقوام ميسرون للعسرة هم البخلاء وهم أهل النفاق. العبادات ثقيلة عليهم يفعلونها وهم لها كارهون، كما قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فارق بين هؤلاء وبين أولئك. قال تعالى: من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. الوجه الآخر في صلوات الرسول، صلاة الرسول عليهم، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته.